السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، ما حكم يعني المرأة اللي صار عنها فترة العدة؟ مالها؟ يعني من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ يعني نتيجة ارتفاع الدرجة، كان في محلات بتقول بتقعد تساعد فيها، بتيجي تجيب طلبات ليها ولادي بره بقولها، لكن هي يعني هل بتحصل. يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من البيت للحاجة؟ يجوز. ممكن حل يجيب لهم طلباتها، ممكن ما تنزلش المحل ده يعني مثال، بس هي على كل حال يجوز أن تنزل، وهذا استدعيش. السلام عليكم.